السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. على عكس المتوقع بأن يصدر جيربريك لآيوس 8.4.1، وهذا حسب الأخبار المتداولة والمنتشرة بكثرة في تويتر حسب تغريدات والكثير من الأخبار، تفاجأنا اليوم بأن يطلق جيربريك لآيوس 9 وكذلك آيوس 9.0.2، ولكن آيوس 9.0.1 أتركة وحيدة لم يصدر جيربريك، فلا توجد مشكلة يكون التحديث والقيام بعملية جيربريك التي سأشرحها في هذه الحلقة بالتفصيل، فلهذا لا تبتعدوا كثيرا وابقوا معي. نمر إلى الشرح مباشرة بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. إذا المشاهد الكريم، في البداية يجب أن يكون لديك الإصدار الأخير من الآيتون، سوف تقوم بتحميله من هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو من الموقع الرسمي لشركة أبل، تقوم بكتابة البريد الإلكتروني بعد ذلك تضغط على داونلود ناو. بعد تنزيل الآيتونز وتنصيبه على حاسوبك بنجاح ستنتقل إلى الرابط الذي سنقوم بتنزيل من خلاله أداة البانكو، تقوم بالدخول إلى هذا الرابط الذي أيضا سوف تجده أسفل الفيديو. الآن ستقوم بالضغط فقط هنا على هذه الأيقونة، أيقونة الداونلود كما ترى أمامك فور آيوس 9.0 وكذلك 9.0.2. بعد تنزيل الآيتونز وتنصيبه وكذلك تنزيل الأداة، ستقوم بعمل عدة خطوات ضرورية حتى تكتمل لديك عملية الجيربريك بنجاح. أولا ستقوم بالدخول من هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود إلى التاش آي دي والباس كود أو رمز القفل وكذلك البصمة. ستقوم بإلغاء القفل، يعني قفل الشاشة، وكذلك مسح كل البصمات كما موضح في الصورة. بعد ذلك ستنتقل إلى عام أيوتولوك أو القفل التلقائي وتختار نيفر حتى لا تغلق الشاشة أثناء عملية الجيربريك، وفي الأخير ستدخل إلى إعدادات الآي كلاود وتختار فايند ماي آيفون أو فايند ماي ديفايس إذا كان لديك آيباد أو آيبود، وتقوم بإغلاق فايند ماي ديفايس أو فايند ماي آيفون. الآن وبعد القيام بهذه الخطوات اكتمل كل شيء، ما عليك فقط هو القيام بعملية الجيربريك. تقوم بتوصيل هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود بالحاسوب وتقوم بفتح الأداة التي قمت بتنزيلها من هذا الموقع. الآن كما ترى أمامك محمد آيفون آيوس 9.0.2 كموضح جيلبريك ريدي، أي الجيلبريك جاهز. نقوم فقط بالضغط على ستارت لتبدأ عملية الجيلبريك. الآن أقول طبعا ينبهك إذا قمت بأخذ نسخة احتياطية مهمة جدا، نقطة النسخة الاحتياطية ربما ينقطع الكهرباء أو ينقطع الانترنت، فوجب عليك أخذ نسخة احتياطية من الآيتونز تحسبا لأي مشكلة. قل له ready backup، يعني قمت بأخذ جيلبريك بالطبع. الآن تنتظر، والآن صفر في المية starting jailbreak، تنتظره حتى يكتمل عملية الجيلبريك ويصل إلى 100%. لاحظ معي مشاهدي الكريم، قال لي قم بإغلاق أو تفعيل وضع الطيران حتى تكتمل العملية. الآن سأقوم بتفعيل وضع الطيران، هكذا وجب عليك تفعيله. الآن تقدم كما ترى أمامك نقطة مهمة، عند إذا وصل 5% وتوقف وجب عليك تفعيل وضع الطيران في هاتفك iOS. إذا تنتظر حتى يقوم بتثبيت الجيلبريك. إذا بعد إعادة تشغيل الهاتف مشاهدي الكريم، يقول لك بأن تقوم بفتح القفل وإعادة تفعيل وضع الطيران مرة أخرى. إذا تابع معي، وبدأت العملية في التقدم. الآن المشاهد الكريم يقول لك أن تقوم بفتح تطبيق بانجو الذي ظهر في الشاشة الرئيسية لديك في هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود. إذا الآن أقوم بالدخول إليه هكذا. الآن تضغط على أكسبت بعد أن تقوم بفتح التطبيق، تضغط على أوكي مرة أخرى، تتركه مفتوحا ولا تقوم بفصل الهاتف من على الحاسوب وتنتظر حتى تكتمل العملية. إذا بوم، كما ترى مشاهدي الكريم انتهت عملية الجيلبريك. الآن جهازك الآيفون يقوم بعمل ريستارت كما ترى أمامك إذا كنت تتبع الشرح. الآن انتهت عملية الجيلبريك، طريقة سهلة جدا، فقط ما عليك فعله هو كما رأيتكم في هذا الشرح، خطوات بسيطة. إذا واجهتك أي مشكلة فحلها بسيط جدا، إما تدخل إلى وضع الطيران وفي عندما يصل إلى 65% ستقوم بالدخول إلى تطبيق البانجو في هاتفك أو جهازك iOS، بعد ذلك ستقوم بالضغط على accept وتركه مفتوحا حتى تنتهي عملية الجيلبريك، وهذه هي الخطوة الأخيرة. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى يكون هذا الشرح وهذه الحلقة وهذه الطريقة وهذا الشرح المبسط قد نال إعجابكم. رجاءً إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر اللايك وكذلك سبسكرايب للتوصل
بجديد حلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي. زر سبسكرايب يضل أنس الفيديو على يمين قم النقر عليه كما قلت لك. طبعا سأشرح الكثير من الأدوات والتيمات والعديد والعديد من الأشياء بعد عملية الجيلبريك، فتابعني وترقب فيديوهاتي الشبه يومية. نلتقي في حلقة قادمة. إذا واجهتك مشكلة يمكنك وضع تعليق وسأرد إليك بإذن الله حين أجد الفرصة المناسبة. نلتقي في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.